أهلا بكم إلى موجز الأهم بالأنباء. أفادت مصادر ونبأ بإطلاق سراح العميد فتحي أحصون الدرسي بعد احتجازه لقرابة أسبوعين من قبل ميليشيات 106 التي يقودها خالد حفتر نجل آمر ميليشيات الكرامة. المصادر أوضحت لنبأ أن إخلاء سبيل أحصون يأتي بعد ضغوط مارستها قبيلة الدرسة على أبناء حفتر، مشيرة إلى أن هناك تفاوض لإخلاء سبيل وكيل وزارة الداخلية السابق يونس القهواجي. وبحسب المصادر فإن الميليشيا 106 اتهمت كلا بن حصونة والقهواجي بالتخطيط لانقلاب على خليفة حفتر. حسب المصادر يذكر أن الدرسي كان يشغل مدير مكتب حفتر وسائقه الشخصي وأمين سر ما تعرف بالقيادة العامة لميليشيات الكرامة. من المقرر أن يصوت المجلس الأعلى للدولة الموثق عن اتفاق الصغيرات اليوم على المقترح المقدم من مجلس النواب لإعادة هيكلية المجلس الرئاسي. هذا وكان عضو المجلس بلقاسم دبرز قال للنبأ إن الأعلى للدولة عقد الأربعاء جلسة تشاورية عن مقترح البرلمان وكيفية استحداث حكومة مصغرة موحدة بعد الاتفاق على هيكلية الرئاسية الجديدة. وينص مقترح مجلس النواب على اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين على أن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث التاريخية بعقد مجمع انتخابي وانتخاب مرشح واحد. قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح إن رفض البرلمان منح الثقة الحكومة المقترحة يعود إلى اعتبارها ضعيفة ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حسب قوله. وأضاف عقيل في حواره مع مركز الأداء الاستراتيجي في مدريد بإسبانيا أن الحكومة لها ما يقارب العامين ولم تتمكن من إنجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة وفق تعبيره. وحمل رئيس مجلس النواب ما يجري من أحداث واشتباكات بالدرجة الأولى إلى المجلس الرئاسي المقترح بسبب عطائه وشنعته لتلك المجموعات المسلحة واحتمى بها داخل العاصمة ولم يعمل على تفكيكها وإنهائها حسب وصفه. حذر مركز سبا الطبي من توقف إجراء العمليات الجراحية بعد أسبوع لعدم وجود إبر ومواد تخدير بالمركز. وقال المتحدث باسم المركز أسامة الوافي للنبأ إنهم أوقفوا إجراء العمليات باستثناء الطارئة والمستعصية. وأضاف الوافي أنهم طالبوا من جهة الإمداد الطبي توفير المادة لكن لم تستجب أي جهة حتى الآن. ختام الموجز للقاء.